تسلم. انا ما اتضايقتش بس ما فهمتهمش. يعني ليه يتريقوا على واحد جاي لهم ضيف يعني؟ طب دول كانوا ضيوف عندي كنت شلتهم فوق دماغي. انا اهلي ربوني على كده. وعلى فكره كنت ممكن احلو وارد عليهم عادي بس ما رضيتش. ما اصل الام ده عياله احسن من الام مدياله. يا عم ما تكبرش الموضوع بقى. هما بس مش متعودين يتعاملوا مع ناس ولاد بلد زيك. كمان هم عمرهم ما شافوني مع حد قبل كده غير مع يوسف. فكانوا متخيلين يعني لو هيشوفوني مع حد يبقى زيه. بصراحة هو غيرك خالص. كمان بيني وبينك انت محتاج تطور من نفسك شوية. يعني تاخد كورس انجلش. شوف حد يختار لك هدومك. تغير طريقة كلامك كده يعني. فكها بقى. يلا ناكل. انت متأكد ان الاكل ده كويس؟ سمي وكلي. وطورت من نفسي. قدمت في الجامعة المفتوحة وتعلمت انجليزي. وبقيت اخليها تنقلي لبسي. حلو قوي. انا بس عايز اتاكد ان المقاسات مظبوطه. لا اهم حاجه كنت عملت قصه من قبلك عشان انا جبت كده مقاسي اهو. مش عارف مقاسك اه. يا فريده خلصتي؟ لسه عندك حاجات تانية؟ طيب لا هاتي عندك ايوه اخد دي كمان؟ ماشي. وخليت اصحابها يحبوني وكل ده بسطها. بس اللي بسطها اكتر اني ما كنتش مخليها نفسها في حاجه. لو طلبت لبن العصفور الساعه 2 بالليل بيكون عندها. عايزه تسافر اسكندريه صد رد انا جاهز. كنت مشاركها يومها ودي كانت حاجه مفرحاني ومطمناني. بس ما بدأتش أقلق غير لما شافت أهلي وما ارتحتش. لا 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 خلاص بجد. لا لا إيه؟ بجد لا لا لا. أصل الأكل ملحه كتير وأنا باكل من غير ملح. طب خلاص أجيب لي حاجة تانية. لا 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 شكرا أنا هاخد سلطة. ولما شفت أبوها ما حبنيش برضه. أنا طارق صفوان أكبر تاجر قماش في مصر والحمد لله. تاجر قماش؟ وانت بقى خريج جامعة ايه؟ انا دلوقتي بكمل تعليمي في الجامعة المفتوحة. هي فريدة ما حكتلكش ولا حاجة؟ لا ما حكتليش للأسف. وللأسف ليه يعني؟ هو في مشكلة؟ لا مش دي المشكلة. أنا بس كنت عايز أعرف هو أنت منين ولا أصلك إيه ولا فصلك إيه؟ وأنت من عيلة مين؟ إحنا عيلة عادية يعني. عيلة عادية.